أربع أشياء إذا سواها الإنسان في رمضان راح يتغير بشكل كبير جدا الأمر الأول تهيئة القلب في رمضان بشيء المفروض إحنا نسوي هذا الشيء بشعبان مثلا أكثر الاستغفار لله جل جلاله حتى يذهب الران عن القلب يكون مسامح ويعفو عن المسلمين مو عشان أهو. عشاني أنا أبي قلبي يصير طيب وصافي اللي يكون قلبه صافي على المسلمين يتعجل نعيم الجنة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ شيء ثاني تهيئة العملية أنا الحين أدش رمضان وأنا ممسخ له فجأة أصوم 30 يوم فجأة أصلي التراويح والقيام أصلي شوية قيام الليل شفع والوتر لذلك الله عز وجل يقول ولو ارادوا الخروج لا عدوا لا عده لكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أل... الامر الثالث القراءه فضائل الصيام كل عمل ابن ادم له الا الصوم انه لي وانا اجزي به للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه يترطب قلبك تحس يا رب لك الحمد انك توفقني اني انا اصوم من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ترى الحين شوف انا قلت ثلاث حديث بس شوف شلون شتكت تقرا في فقه الصيام تسمع لك شرح كتاب الصيام. الامر الرابع دعاء تدعي الله عز وجل انه يجعل رمضان هذا عليك جميل، يتقبل منك الصيام والقيام. تدعو الله عز وجل بصدق.